بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع قصة كتاب جديد لإمام عظيم من أئمة الإسلام الجامعين للعلوم، ألا وهو الإمام الجليل أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة 71 و500. طبعا هذا الكتاب صغير في حجمه، ليس هو متوسط الحجم، يعني صغير، يعني أقل، يعني مجلد واحد، ليس مجلدا كبيرا حتى، متوسط الحجم، ولكنه فيه معنى عظيم، ألا وهو تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. ابن عساكر هذا موسوعة، وربما تحدث عن كتابه العظيم الذي هو التاريخ، تاريخ دمشق، يعني وصل إلى 80 مجلدا من القطع الكبير، موسوعة علمية. هذا الرجل من ثمار المدرسة الغزالية التي تحدثنا عنها في لقاء سابق، يوم تحدثنا عن إحياء علوم الدين في اللقاء الأول، وقلنا إن هذا الكتاب كان ثورة في الأمة. الإمام الغزالي درس في النظامية، والنظامية تفرعت بعد ذلك، يعني نور الدين الشهيد، ومن بعده صلاح الدين الأيوبي، جعلوا فروعا لهذه المدرسة النظامية، يعني في دمشق وحلب وهذه منطقة بلاد الشام فيها 46 مدرسة نظامية بناها نور الدين الشهيد ومن جاء بعده مثل صلاح الدين الأيوبي، وأيضا يعني العائلة، فكل منهم كان يفتح مدرسة، ويستقدمون المشايخ من النظامية الجديدة التي صارت وجهتها هي الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا الجيل هو الذي فتح بيت المقدس. الإمام ابن عساكر الدمشقي رجل ليس من أهل السياسة، وليس من أهل يعني الدنيا، الرجل كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى وعلى العلوم، عرضت عليه المناصب العلمية والقضاء وكذا، رفضه، رحل رحلات عديدة، التقى بمشايخ، رحل العراق، هو دمشقي، رحل العراق، رحل إلى خراسان، رحل إلى بلاد الفرس، والتقى بشيوخ كثير جدا، وصل شيوخه إلى أكثر من 1300 شيخ، 1300 شيخ، منهن أكثر من 80 امرأة. ابن عساكر الدمشقي هذا قلنا جلس يدرس في المدرسة النورية التي بناها، إحدى المدارس التي بناها إحدى نور الدين الشهيد، والمدرسة في دمشق. جاء أحد السفهاء وأهل السنة الجماعة الأشعرية، الله تعالى ابتلاهم بالسفهاء، هذه وراثة نبوية، وراثة نبوية، فسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ابتلي بأشد أنواع الناس سفاهة، وهم مشركوا مكة، فما أن ارتاح قليلا في المدينة جلس هكذا الاستقبال وكذا، حتى بدأ نوع آخر من السفهاء، اليهود والمنافقون ومن جاء بعده، فهذه وراثة، وراثة نبوية، أن يبتليك الله بسفيه أو بمؤذن أو بإنسان خبيث، هذه سنة. فجاء شخص اسمه الأهوازي من بلاد الأهواز، الأهواز يعني بين إيران وبين العراق، منطقة عربية هي بين إيران وبين العراق، هو منها أو أصله منها لا أدري، لكن كتب رسالة يشتم فيها الإمام الأشعري وأهل السنة والجماعة الأشعرية. طبعا الفتنة هذه سبق أن حصلت قبل نظام الملك، وكان هناك وزير أيضا خبيث اسمه الكندري، فعل نفس الشيء، استصدر قرارا بشتم أهل السنة والجماعة الأشعرية، فصاروا يشتمونهم على المنابر، ورحل من أجل ذلك الإمام القشيري وإمام الحرمين وكذا، حتى سمي إمام الحرمين عند ذلك، جلس في مكة فترة يدرس الناس، ثم انتقل إلى المدينة المنورة يدرس الناس، فسمي إمام الحرمين. فتنة الكندري قديمة، هذه قبل الإمام الغزالي. هذا الأهوازي كتب ذلك المصنف أو الرسالة الصغيرة،
فرد عليه الإمام ابن عساكر الدمشقي، وهذا الرد عظيم على وجازته، فهو يبين عظمة الإمام الأشعري وعظمة أهل السنة والجماعة الأشعرية. افتتح ابن عساكر رحمه الله كتابه بمقدمة تناول فيها النهي عن كتمان العلم، يعني الذي دعاه إلى ذلك أنه يجب عليه أن ينشر هذا العلم وفضائل أولئك القوم الكرام، وساق أحاديث في تحريم الغيبة لأن الرجل يغتاب إمام الأئمة وأئمة الدين، ثم عقد بابا في ذكر تسمية أبي الحسن لماذا سمي ونسب الرجل والأمر الذي فارق أهل الاعتزال بسببه، يعني بقي يتفكر أسئلة لم يجد لها حلا، بقي معتزلا يفكر، هكذا اعتزل الناس وصار يفكر ويتأمل ويصلي ويلتجئ الله تعالى. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في رؤيا محددة تدله على أنه أخرج من هذا الفكر الفاسد وارجع إلى أهل السنة والجماعة، ثم صعد المنبر وقال وخلع جب عليه أو هكذا ثوب، وقال إن قد انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من هذا الثوب، ودخل في أهل السنة والجماعة ونصر دينهم لكن بوسائل جديدة، ألا وهي العقليات، ما كانت قوية عند أهل السنة والجماعة، تبحر فيها وتمكن منها، فجاء ينصر الكتاب والسنة ولكن بأدلة عقلية، سلاح جديد قوي، فاستطاع أن يرد على المعتزلة، يرد على أهل البدع، على أهل الضلالة، ونصر أهل السنة حتى سمي أهل السنة باسمه، فصارت طريقته طريقة أهل السنة والجماعة. طبعا ذكر فضائل لسيدنا أبي موسى، فضائل الجد هي فضائل لأولاده، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لرجل، ذكر الشيخ ابن عساكر نقل عن السلف أثار في هذا، إذا دعا لرجل أصابته وولده وولد ولده، يعني دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسري إلى الأولاد والأحفاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا موسى ودعا لأبي موسى، فالله تعالى يعني أظهر، يعني مثلا جاء أبو موسى الأشعري بارك الله فيه ابنه أبو بردة رضي الله عنه وحفيده بلال ابن أبي بردة، يعني سلسلة مباركة، ثم بعد ذلك جاء الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا في إشارات أن أهل اليمن جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأشعريين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر، يعني ما هو أول ما خلق الله، عن مسائل قدم الكون، متى خلقه الله، أشياء هكذا، فكأن الإمام الأشعري ورث هذه الطريقة من أجداده الأشعريين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين وأكد أن الإمام الأشعري هو مجدد القرن الثالث، هو الذي جدد الطريقة أهل السنة، ثم ذكر وفاة الإمام الأشعري ورجح أنها في سنة 24 و300. تناول فضائل الأشعريين، فضائل سيدنا أبو موسى، سيدنا حفيد بلال، ابن أبو بردة رضي الله عنهم جميعا، ذكر فضائل الإمام الأشعري واجتهاده في العبادة وعقله العظيم، وكيف كان يرد على أهل البدع جميعا بآن واحد، والفتح العظيم الذي ناله في هذه الطريقة. وأنا أقولها الآن لكم جميعا ولكل من يسمعنا، كل من يتصدى لنصرة هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة الأشعرية، الله ينصره ويبارك له في وقته وفي علمه ويفتح عليه فتحا عظيما، هذا رأيناه سبحان الله، يعني الله تعالى حتى يرزقهم فهما عظيما ويوسع عليهم في العلوم، نعم، وإن حاربهم الناس وربما اضطهدوا في أرزاقهم، لكن هذه مرحلة تزول إن شاء الله بإذن الله. نعم، ذكر حربه على أهل البدع وجهاد الإمام وما رؤي له من المنامات الطيبة، هذه وقف عندها بعض الجهلة من أهل زماننا، قال هذا كتاب كله منامات، ظلم، الأسانيد والروايات والأشياء التي جاءت في البداية، وطبقات الأشعرية، ذكر 5 طبقات إلى زمانه، كبار علماء الأشعرية طبقة طبقة، وفضاء أولئك الناس وكيف نصروا الدين، وقفوا عند مسألة واحدة أنه ذكر منامات، وبما أن المنام عندهم هذا من الكبائر، ها؟ إذن هؤلاء انتقض كل ما في الكتاب من فضائل، لماذا؟ لأنه ذكر المبشرات، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري كان يسألهم هل رأى أحد منكم الرؤية الليلة رؤيا، فكان يستبشر بها،
الرؤيا الصالحة لا ينبني عليها حكم، لكنها فضيلة من الفضائل، رواها كبار وأولياء وعلماء، يعني من المبشرات. من جملة ما ذكر في الكتاب، طبعا الرد على أهوازي مفصلا، ذكر فيه إجماع العلماء الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأصوليين والمتكلمين بجميع طبقاتهم، أتى بالأقوال التي قيلت في فتنة الكندري، وذكر فيها إجماع العلماء على أن من انتقص الإمام الأشعري أو فقد بسط لسان السوء في أهل القبلة جميعا، هكذا يقول، الذي انتقص الإمام الأشعري وأصحاب الإمام الأشعري فهذا كأنه انتقص أهل القبلة جميعا، لأنهم هم حملة الدين، هم أهل الروايات والأسانيد، هم الأئمة المشهورون، هم الذين حملوا هذا الدين ونقلوه إلى الكافة، هم الفقهاء والمحدثون والمفسرون والقراء والصالحون والأولياء. فهو قال من بسط، ذكر إجماع العلماء على أن من، وتوقيعات كثيرة، على أن من بسط لسان السوء في الإمام الأشعري فقد بسط لسان السوء في أهل القبلة جميعا، لأن هؤلاء ناقلة الدين، فالذي يطعن بهم صباح مساء كما يفعل الآن الجاهلون هو يطعن بكل علماء الإسلام. وختمه بالأشعار التي جاءت في مدح الإمام العظيم رضي الله تعالى عنه، هذا الإمام المبارك الرجل الصالح الولي. يكفي أن الذي حضر الصلاة عليه سلطان صلاح الدين الأيوبي، وأظن صلى عليه القطب الشيرازي أظن هكذا، نعم، لكن الذي كان السلطان على رأس المصلين على الإمام ابن عساكر الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا ببركاته وعلومه، هؤلاء سادات الأشاعرة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا ابن عساكر البيهقي الباقلاني الغزالي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.